صباح الخير، اليوم السبت 8 نيسان ابريل 2023، وطوالع الفلك لليوم بتقول انه في تغيير اراء كتير وفي ميول للتحدي وتغيير الامور يلي ما عاد مرضية او مفيدة. طبعا القمر ببرج العقرب مواجه لكوكب اورانوس بيخلي الغضب او الانفعال هو المسيطر. كيف رح تكون الابراج؟ بنبدا مع الحمل، بتقوم اليوم بتغيير كبير على صعيد علاقاتك وبتكون غير صبور تجاه احد الاشخاص يلي عم بيتعبك أو عم تلاقي حالك معه غير متوافق، يعني ما نكون متفاهمين كتير. بنفس الوقت بيكون قدامك فرصة جيدة لاستعادة ممتلكات أو للاستفادة من دعم جيد، وخاصة إذا كان من عائلتك أو من المقربين. برج الثور بتكشف حقيقة الكتار وبتبادر اليوم لتصحيح الأوضاع بالنسبة لعلاقاتك الاجتماعية وكل شيء بيتعلق بالشراكات والارتباطات. هذا النهار بتكون فيه متقلب أو سريع الغضب، وما بتنطر كتير قبل ما تقوم بخطوة شجاعة لحتى تثبت نفسك قدام الآخرين وتحاسب البعض من يلي أخطأوا بحقك. برج الجوزاء ممكن تغير عادة من عاداتك أو بتغير أسلوبك بالعمل وبالتعامل مع الناس. هذا النهار بيكون وقعه أخف من يوم مبارح، وبتشعر أنك قادر على تجاوز العقبات وإنجاز المهمات حتى لو كانت صعبة. بتميل بهالوقت لفرض سيطرتك أو توجيه بعض الانتقادات اللاذعة. برج السرطان، بعد التغيير بحياتك حيكون جيد. اليوم أنت عم تستفيد من دعم فلكي بيكون أكتر شيء لناحية الحب والعلاقات الاجتماعية، وبتتغير الكثير من الظروف كمان لحتى تصير لمصلحتك. بتقوى جاذبيتك وبتعرف كيف ترد بالوقت المناسب على أي مضايقات أو أي حدا عم بيوجه لك انتقاد. برج الأسد، من السهل استفزازك ودفعك للغضب اليوم، أو بيكون هنهار فيه الكثير من الأمور يلي بتصير فجأة وما بتكون حاسب لحساب. بكل الأحوال لازم تعرف تسيطر على تفاصيل يومك وتأجل أي مبادرات أو قرارات حاسمة ليوم بكرة، لأنه تأثيرات الفلك لليوم ممكن تخليك تتسرع بانفصال أو بعد. برج العذراء، مناسب هنهار لتقوم فيه بكل النشاطات والأمور يلي حابب إنها تنجح. حظك جيد وأنت عم تعرف كيف تحكي وتناقش بطريقة واضحة وذكية. كمان بتلتقي بناس بيشاركوك الرأي، وبيكون يومك بالعموم فيه توافق وانسجام واتفاقات جديدة. برج الميزان، حساباتك وخططك من المرجح أنها تتغير اليوم على أثر شي جديد بصير معك، وخاصة على صعيد المال والعمل. في بوادر نجاح أو مكسب جديد، ويمكن تكون عم تفاوض بخصوص ملكية أو حق قديم بدك إياه يرجع. برج العقرب، ما بيكون نهارك هادي أو مستقر، بس بنفس الوقت أنت مانك متضايق كتير وما عم تخسر شي. القمر ببرجك بيعطيك الطاقة والحدس القوي وبيخليك تشعر بنوايا الآخرين وبتحسب أمورك بشكل صحيح. التواصل الاجتماعي والعاطفي حيكون مفيد لإلك وممكن يتم لقاء بيحسن لك مزاجك. برج القوس، مزاجك متقلب بين متحمس لشي جديد وبين متردد وقلقان. طوالع الفلكية لليوم بتخليك شكاك وممكن توجه اتهاماتك بشكل عشوائي، وهذا الشيء رح يرتد عليك سلبا، خاصة وأنك اليوم ما عم تشوف الأمور بشكل الصحيح. حاول تهدي بالك وتعطي شوية وقت قبل ما تتصرف. برج الجدي، يومك متنوع وبيحمل معه تغيير مفيد كتير لإلك. حتى بالحب بتكون كسبان وبتكون عم تقدر تخلي العلاقة مع الحبيب مثل ما بدك. المهم إنك تكون سريع بالتكيف مع أي حالة جديدة بحياتك وما تتردد تجاه الفرص الجديدة يلي ممكن تتوفر لك. برج الدلو، ما توثق كتير بالوعود، فهذا النهار متقلب ومتغير وممكن ما يكون لمصلحتك إذا اعتمدت على غيرك. حاول تقوم بمسؤولياتك وواجباتك دون زيادة أو نقصان، وتجنب المواجهة المباشرة مع المقربين أو زملاء العمل حتى لو توجهت لك بعض الانتقادات القوية. برج الحوت، حدسك بيصيب وبيكون رأيك صحيح بمعظم المسائل والأمور الحياتية. هالنهار بيخليك تخطط لمستقبلك بشكل صحيح، وبتوفر لك كمان فرص لحتى تكبر من شغلك أو مشروعك، أو لحتى تزيد من اهتمام الآخرين فيك سواء بمجال مهني أو بالأمور العاطفية. مولود اليوم نشيط وحيوي، أهم صفاته السرعة والاستعجال، بس هو كمان شخص مهتم بالناس يلي بيحبها. هالسنة رح تكون ممتازة لترتيب الأمور العائلية والمالية، بس كمان الأوضاع الصحية بحاجة للمزيد من الاهتمام وخاصة بأواخر الصيف.